مثل ما وعدناكم راح نبلش شويه كابتن محمد محتوى خاص بالكيوكوشن. اول شيء نبلش بيه من يجي لاعب يتمرن يمنا شدت الحزام. كابتن محمد اريد تشوف العالم شلون انت شد حزامك. هاي الطريقه اطبق حزامي. اها تساوي عشت ايدك يكون شعار أوس. من برا تمام. نيجي على النص من هنا نخليه تحت الصره تمام. نفره وحده بالعكس الظهر يكون متعاكسات تمام. تسحبها لامام. اليمين تخليها واليسار فوق اللي بيها الشعر. بيها الشعر أوس. فوق السير تسحبها من جوا تمام. نيجي هاي الطريقه عقده تساوي خلنا نسوي راس الثور يسموه. اها عشت ايدك عقده راس الثور عشت ايدك بس انا شو اسوي هيك اشد حزامي اجيب اللي بيها الاسم او الشعار او اي بالضبط وافر هنا ايش راح اسوي؟ راح اسوي وحده ويا الثانيه حتى يصيرون واحد يعني انت سويت عكس انا اسوي وحده متساويات تصيرون بالضبط كل واحد تمام ومن جوا اهم شيء من جوا تجي لكم ما يجيبوها من جوا فيبقى الحزام هيك اساوي هنا ورا ما اساوي اسوي راس الثور اللي سويناها هسه اسوي هنا وبهذه الطريقه اشد هاي طريقتين شدت الحزام سواء كابتن محمد واللي سويت اني يبقى كل شخص حسب اللي يقدر يشوفه اسهل او الطريقه اللي اسرع هو يسويها يقدر يشد حزامه قص